يا اخوتي يا السلام عليكم، مرحبا بكم في قناه الحوت فلوج، مرحبا بكم في فيديو جديد ونهار جديد. المهم اخوتي فيديو ديال اليوم غنمشيو غنتجهو لاوتيل شالا ناخذو لي زانفيتاسيون اليوم الحفل الختامي ديال فعاليه مهرجان الوطني للفيلم اللي كتنظمو مركز السينما المغربي. خليكم معنا اخوتي. المهم دابا غنمشيو نشبرو لي زانفيتاسيون ونتلاقاو في العشيه في الحفل الزاهي. كما سبق وقلنا لكم ماشيين شابرين طريق من اوتيل شالا باش نجيبوا لي زانفيتاسيون ديال المهرجان الوطني للفيلم بطنجة اللي منظم مركز السينما المغربي. المهم اخوتي ها لي زانفيتاسيون ديالنا كما كتشوفوا، ها الانفيتاسيون ديال اخي ايمن. المهم كنضرب لكم موعد مع الساونس ديال العشيه في مركز الثقافي احمد بوكمخ. تهلاو تلاقاو في عشيه. المهم اخوتي ها احنا رجعنا لكم من جديد، حنا كنتواجدوا في الدار ديال المركز الثقافي احمد بوكمخ. خليكم معنا اخوتي نحضروا الامسيه ديال اليوم ضمن فعاليات مهرجان الوطني للسينما المنظم من طرف مركز السينما المغربي. تحياتي، خليكم معنا. المهم اخوتي كما كتشوفوا احنا حدا الواجهه ديال مركز السينما احمد بوكمخ، خليكم معنا. الثانية والعشرين والذي ينعقد تحت الرعاية الثانية لصاحب الجلالة
لقيت ما ديسما أرض الخزانة أزول في اللونة لون الرعاية تمتين محمد وستي سأقن صربي من طرحات يسول كل مقارنة مورد الفيلم في طنجة يتسوج النسب سنادو جنالة نرحب بكم جميعا كل باسمه وبصفته ونرحب بممثل الهيئات الرسمية والمنتخبة جائزة في آخر فيلم عرض المسابقة الرسمية للفيلم الوثائقي مدرسة الأمل بالمخرج محمد عبود المغرب بعبد الإله الجوهري ورأسا
الكلام عفوا. بالنسبة لجائزة النقد قامت اللجنة منحها لشريط لامس قضية شائكة مرتبطة بواقع ومستقبل المرأة المغربية عبر معالجة ارتكزت على عنصر التقاطعات للحالات ومن خلال شخصية شكلت على مستوى الدرامي حيث ناظما بلغة سينمائية موحية. اعتبارا بذلك منحت لجنة النقد فيلم الوثائقي جائزة النقد فيلم للمعلقات للمخرجة نطلب منها أن تتفضل مشكورا لتتسلم الجائزة. أيوزي أزور دانكر على سنديني أتالي من أفرداد المنصة. مساء الخير سيداتي سادتي، أتشرف أن أتقدم أمامك لأطرأ لمحة لذيذة من حياة المرتقى بي صديقي وعزيزي ورفيقي حسين بنير، أطال الله في عمره ومنحه الصحة والعافية. أيها الحضور الكريم، السينما رسالة بكل ما لكلمة معنى، خصوصا عندما نتكلم عن الإخراج والتمثيل والتحرير، ولكن في هذا المجال مع الأسف ينسى النقاد والصحفيون والجمهور والأشخاص. يا ولاد السيد.
الشريفة مديرها هذه على السيدة لميا الرابي لإلقاء كلمة في حق هذه المحيطة الكبيرة. أنتني تنظر منك لميا الرابي على أختني دينا وابن الزخ خداد السجينينية. خوتي كنعتذروا ما كملنا لكم شي تصوير ديال الحفل ديال فيستيفال طنجي دورة 22. المهم اخوتي حتى لهنا كنكون وصلنا لنهاية ديال الفيديو. ما تنساوش ديروا لايك سبسكرايب فعلوا جرس باش يوصلكم اي جديد. المهم اخوتي علاش ما كملنا لكم شي فيستيفال شنو اسمه جاتنا واحد الظروف خارج على الاراده ديالنا اضطرينا نغادروا المكان ديال الحفل. تحياتي كنضرب لكم موعد السنة المقبلة إن شاء الله في 16/9 مع دورة 23 هنا في الموعد. عاد تكون شي حاجة خرافية، عاد تكون شي حاجة واعرة إن شاء الله.